يا مساء الخيرات وجمعة طيبة عليكم جميعا. هبدأ حلقة اليوم بالخبر السار اللي أنا نفسي كنت مستنياه بقالي حبة حلوين من يوم ماتش البنك الأهلي، وأنا عمالة بقول إن شاء الله البيان هيطلع، إن شاء الله النادي الأهلي هيتحرك، والحمد لله النادي الأهلي ما بيخزلناش أبدا. نادي الأهلي في طلب رسمي أرسل خطابا اليوم لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم يتقدم فيه أو يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب. واستند الأهلي في شكوى إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالف نصوص قانون كرة القدم وبروتوكول الفار المبلغ لجميع اتحادات وحكام العالم في منظمة IFAB المسؤولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته، وتدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء المباراة، واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر، وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين. يعني خطاب محترم جدا، طلب محترم جدا، لائحي وقانوني بنسبة 100% لما نشوف رد اتحاد الكرة. ولكن اللي يهمني في القصة دي كلها إن النادي الأهلي اتحرك في الوقت المناسب. الموضوع ده اكيد يا جماعه مش هيفرق بس معانا احنا كجماهير، هيفرق جدا مع اللعيبه. تخيل لاعب لما يكون بيلعب وهو مش حاسس ان ليه ظهر، وهو حاسس ان هو بيتظلم وحقه ما بيجيلوش، طول الوقت انا بتظلم من التحكيم، بتظلم من اتحاد كوره المصري، بتظلم من اتحاد افريقي، فبالتالي اللعيبه هتلاقي نفسيتها تحت الصفر في ظل غيابات وظروف اصلا سيئه جدا على النادي الاهلي. فاكيد البيان ده او الطلب ده جه في وقته. تعالوا اعقب سريعا على ردود افعال الجماهير. في بعض جماهير النادي الاهلي يعني، واحسبهم مش جماهير النادي الاهلي يعني، ما افتكرش ان في اهلاوي ممكن يفكر بالطريقه دي. الناس دي من بعد المباراه وهي طالعه عماله بتتكلم يلا احنا مستنيين البيان، يلا النادي الاهلي هيشجب هيدين، مش هيعمل حاجه، مش هيتحرك، مش عارف ايه، بلا بلا بلا، وفضلوا يتكلموا الكلام ده، وقال لك ان النادي الاهلي بقاله فتره ما بيجيبش حق الايه اللعيبه او بيجيبش حق الفريق. طيب نفس الناس، والله نفس الناس هم اللي طلعوا وقال لك ده ملوش لازمه، ما هو ما حدش هيحكم لك، ما الاتحاد مش هيعيد لك المباراه. يعني لا صمت الاهلي عجبك ولا الاهلي تحركه عجبك، يعني بصراحه حاجه بقت تحير جدا جدا. انا شايفه ان الاصلح والانفع على النادي الاهلي وصمتك انت، يا ريت ما تعقبش، اتفرج كده على الاحداث وانت ساكت، اتفرج على النادي الاهلي وانت يعني قافل بقك، علشان بصراحه انتوا زودتوها قوي يعني. طيب خلينا نتكلم عن حيرة موسيماني وغيابات بالجملة، يعني كمان زاد عليهم الغيابات الماضية اتكلمنا فيها، خلاص كلكم بقيتوا عارفين مين اللي موجود مين مش موجود، خط النص بتاعك بالكامل. الشناوي الله أعلم هيشارك ولا لأ، ولكن الشناوي عنده تقل في العضلة الخلفية ممكن يشارك، ولكن ده هيأثر عليه بالسلب في المستقبل. أنا من وجهة نظري بشوف على الرغم من المباراة هامة جدا جدا، وإن إمبي يعني يختلف كثيرا عن البنك الاهلي، ومباراه معاه تبقى تقيله جدا مش تبقى مباراه سهله، محترفي امبي يا نهار ابيض حدث ولا حرج بجد، ما لهمش حل. كنت اتفرج على امبي والزمالك بجد الاثنين اللعيبه دول جامدين اخر حاجه، فالمباراه هتبقى صعبه وكل حاجه، ولكن انت عندك فاينل افريقيا، ده الاهم بصراحه والاهم من وجهه نظرنا كلنا كجماهير النادي الاهلي. فاعتقد ان عدم اشراك الشناوي حتى لو حس بتحسن او حاجه هيبقى افضل حفاظا عليه علشان الفاينل. كمان غياب ايمن اشرف ده جديد بقى علشان حصوله او حصل على الانذار الثالث في المباراه، فبالتالي هيغيب عن مباراه ام بي. اصبح انت عندك كده الدفاع بتاعك ما فيهوش الا عبد المنعم ورامي ربيعه، حتى رامي ربيعه انت مش تقدر يعني تستند عليه في خط النص لان انت هتحتاج له طبعا دلوقتي في الدفاع. يا ترى بيتسو موسيماني هيلجا لمين؟ متولي اللي بقاله سنين وسنين ما بيلعبش كوره، ولا محمود وحيد اللي من وجهه نظره شايفه انه فنيا مش جاهز، ولا كوكا زي ما احنا شفنا كوكا كده نزل، يعني انا مش عارفه بصراحه هو نزل يعني شويه كان غشيم، شويه كان منفعل، شويه كان الحماس واخده، فيعني خطر جدا. بتكلم على اللعيبه اللي ممكن تبقى بدلاء في المباراه القادمه. طيب ربنا يستر يا رب من اللي جاي. احنا مش هنعقب على اللاعبين، مش هنقول مين يطلع من القايمه ومين يدخل القايمه، يعني بيتسو موسيماني هو اكتر واحد شايف وعارف، احنا برضو ورا الشاشه مش عارفين مين جاهز ومين مش جاهز، فنقول يعني يا رب ان شاء الله اللي موجود يكون على قد على قدر الحدث وعلى قد روح النادي الاهلي وعلى قد تيشرت النادي الاهلي، علشان انا شايفه النادي الاهلي بقاله فتره بيلعب بلا روح. طيب مؤخرا انتشر خبر عودة ياسر ريان، وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل بكام حلقة بكتير، يعني بقالنا فترة واحنا بنتكلم على الانتقالات اتكلمت معاكم في قصة احمد ياسر ريان، وقلت لكم ان القصة دي مقفولة جدا يعني.
بيتسو موسيماني شايف ان احمد راس الريان مش بيخدم خطته او مش اللاعب اللي هو محتاجه. والناحية التانية نفس الكلام، احمد ياسر الريان مش عايز يرجع لانه بيقول انا لو رجعت عايز العب اساسي، مش عايز ارجع افضل قاعد على الدكة. فبالتالي موضوع عودة ياسر الريان هتبقى صعبة جدا، يعني الموضوع مقفول واحنا على بعد خطوة من تجديد اعارة احمد ياسر الريان، مفيش عودة ولا حاجة، علشان الاخبار اللي انتشرت جدا وبيقول لك بيتسو موسيماني هيلجأ له وخروج حسام حسن والكلام اللي انتشر ده، فلا ليس له اساس من الصحة، احمد ياسر الريان مش راجع ولا حاجة. اما بخصوص عرض حمدي فتحي، وبرضو شفت ناس كتير قوي بتقول لك خلاص حمدي فتحي هيسافر، مفيش الكلام ده خالص، حمدي فتحي عنده عرض رسمي خليجي، ولكن نادي الاهلي اعلنها وبقلب جامد من زمان وقال لك انا عندي 3 ركائز دول من او 4 دول اساسيات الفريق مش هستغنى عنهم الا لما يكون في عرض قوي جدا ويكون عرض اوروبي، يعني مش فكره فلوس. وطبعا ده بالاتفاق مع اللعيبه سوليا ديانج حمدي فتحي والشناوي، الاربعه دول النادي الاهلي مش هيستغنى عنهم علشان مقابل مادي كبير، يعني لو هيطلع لاعب من اللعيبه دي علشان يحترف فهيبقى احتراف اوروبي. فبالتالي حمدي فتحي ان شاء الله مكمل مع الفريق، مفيش اي مشكله. طيب خلونا نتكلم على موقف عماد متعب يا جماعة، اللي انا بصراحة يعني كلمت فيه برضو من قبل وقلت لكم، الناس هجمتني وزعلت مني وقالت لي ده العمدة وفي لعيبة ما ينفعش ان احنا نيجي ناحيتها، وانا قلت لكم انا بالنسبة لي ما عنديش اصنام، احنا ما عندناش آلهة، ما ينفعش تبقى اللاعب ده بالنسبة لك مقدس، يعني انا بالنسبة لي ما فيش مقدسات خالص. عماد متعب هيساند النادي الاهلي ويدعم النادي الاهلي، صاحبي وحبيبي وكفاءة، مش هتدعم مش هتساند هننتقدك وهنقول انت فين، انت بتعمل ايه، انت شغلتك ايه. لما تكون في الاتحاد في الرابطة بتاعت الاندية وما لكش اي دور، تعنت جامد جدا وشايفين الدنيا ماشية ازاي ومفيش اي يعني مرونة من جانب الرابطة، وشايفين التأجيلات كانت حلوة قوي في دور الثمانية عشان كان بيراميدز موجود، ولكن دلوقتي خلاص ما فاضلش الا النادي الاهلي، انا اقول لك لا للتأجيل ومفيش اي حاجة، طب انت دورك ايه؟ نفس الكلام بركوتة، يعني بركات اللي انا كنت برضو يعني من الناس اللي انا بحبها جدا جدا على الصعيد الشخصي، يعني دورك ايه في الاتحاد؟ يعني الناس كلها عماله تقول لك فرحانين قوي بالاسماء، انا قلت لكم اللاعب اللي هيروح او الرمز من رموز النادي الاهلي هيتحط في مكان مش هيبقى ليه دور، مش هيبقى ليه اي حاجه غير ان انا محطوط في منصب شكلا بس، يعتقد انه ما كانش يلزمه المنصب ده والاكرم له ان هو كان يبتعد تماما عن المنصب. فيعني حاجه بصراحه قمه الحزن. حبيت بس اعقب سريعا كده على موقف بركات وعماد متعب. اختم حلقه اليوم باخبار نادي الزمالك، بعد ما خلاص بقى يقينا ابو جبل خارج صفوف نادي الزمالك في الموسم المقبل، صعوبه عوده جنش مش هيرجع الزمالك الا بشروط ماليه جباره، اكيد نادي الزمالك مش هيقدر عليها بالوقت الحالي، ما بقاش قدامه الا عواد ومحمد بسام. قصة محمد صبحي يا جماعة تكلمنا فيها بحلقات سابقة وخلصانة، محمد صبحي بإذن الله بإذن الله في صفوف النادي الأهلي. أما بن شرقي واللي عمله نادي الزمالك في الفترة الأخيرة جي كله في مصلحة النادي الأهلي، تخيل أنت تفضل تخطط والتكتك وتدبر واللي تعمله ده يصب في مصلحة النادي المنافس، بعد ما قالك مش هنرسل بطاقة دولية والموسم بتاعك هيخلص 30/8، كل الدوريات المحترمة هتخلص 30/6، كسبت الدوري بتاعنا الجميل اللطيف اللي لازم يفضل ممتد الى ما لا نهايه حتى اخر العمر. فبالتالي بن شرقي قدامه خيار من 2، يا اما يلعب في الدوري المصري يا اما يلعب في الدوري المصري، هيشوف العروض الافضل. واعتقد بن شرقي من زمان جدا هو حسم الامر ان هو يا اما الخليج يا اما النادي الاهلي، ففكره اللي انت عملته ده هيخليه يدور على النادي الاهلي وهيتنازل كمان في الطلبات الماليه اللي كان بيطلبها، وده كان العقبه الوحيده ان النادي الاهلي ليه سقف مش عايز يعديه. بن شرقي برده كان بيدور على مبلغ معين، بالوقت الحالي الراجل مش هيلاقي قدامه حد لان اكيد مفيش حد هيستنى لحد 30/8، فمش هيلاقي قدامه الا النادي الاهلي. على وجهه نظري انا ومن رايي انا ما اتمناش بن شرقي في النادي الاهلي، ولكن اكيد النادي الاهلي هيشوف المصلحه فين وهيعملها. دي كانت موضوعات حلقتي اليوم، اشوفكم على خير، ثانك يو.